وكتب كمان يا مرحوم الولدان، ونعلمك يا حضرة مدير برنامج الحل عندنا، كتبت بأن الطريق الواصل بين الطريق العام لمزفات وبين ضيعتنا عين المغارة ليس مزفت. يا مختار بيقولوا ليس مزفتا مو ليس مزفت. لك يا عماي، هلق أنا بقول مثل ما بدي وانت بتكتب مثل ما بدك، مش حلوة كل شوية قطعني، مش حلوة مش حلوة. أمرك يا مختار. ها ليس مزفت. واكتب كمان وتكثر فيه الجور والحفر. واكتب كمان يا مرحوم البي وقد فرشوه منذ 10 سنوات بالبحص، فطار البحص وبقيت الحفر على حالها. هلق يا أنا بنقلو يا أنت رسين بتقية وحدة أبي يجتمعوش. صحيح، بس أنا عم ذكرك خفت تكون نسيان. مش نسيان يا عماي، مش نسيان يا أبو حسن، سمعنا الله يقلك. أمرك يا مختار. وقريتنا عطشينا ويبعد نبع المي عنا أكثر من 3 كيلومترات، أو ما فيش بقريتنا غير مدرسة ابتدائية، ويمشي تلاميذ الإعدادية 6 كيلومترات يوميا ليتعلموا من إعدادية تل البيدر، قاطعين الوديان والأنهار، متعرضين للأخطار في سبيل تلقي العلم والتحصيل. حلو يا مختار، حلو كتير. حدا عنده مشاكل ثانية قبل ما نختم؟ لك يا مختار، من شان الله خلينا نقول ألو بس، خليهم يبددوا لنا هواتف هون على الضيعة. مزبوط ما تحكي يا أبو حباب، مزبوط الهواتف أهم شيء. اكتب يا محمود اكتب. ونطالب أيضا بتمديد هواتف للقرية حتى ما تظلش قريتنا مقطوعة عن العالم الخارجي والداخلي كلن على سواء. اكتب. حدا عنده مشاكل ثانية؟ وشو بدنا نساوي بمشكلة المقلع يا مختار؟ شو بقول مقلع؟ قال شو بقال؟ طول النهار على التفجير، الله وكيلك حيطان الضيعة ضعضعت والنسوان عم بتطرع وعم بتسقط من الرعبة. معك حق يا أبو عيسى، بس نحن ما قصرناش، ها؟ يعني ما خليناش حد، ما اشتكينا له وحكينا له قصة هالمقلع، بس ما فيش فايدة، كله على ففوش. أي لا، بس هالمرة غير كل مرة، أنا هيك بتصورها. يا سيدي وأنا كمان هيك بقول، لأنه ما في مشكلة إلا وهالبرنامج عم يلاقي له حل، هيك سمعت، والكلام على ذمة الراوي. يا جماعة نحن نسينا أهم نقطة. سعيد الشايطة مذيع البرنامج، ابن ضيعتنا وربيان منطقتنا، يعني لازم يهتم فينا. ولك أنت كل عمرك شاطر يا محمود، هذا سبب أساسي لحتى يتابع مطالبنا ويستمر في متابعتها. إلا تعرف يا مختار، سعيد الشايطة عامل فيلا بأول هالضيعة بتطير العقل. أسيدي سبحانه سبحانه المعطي الوهاب، شو بلنا فيه؟ شو بلنا فيه يا عمي؟ إن شاء الله يتهنى فيها. صدقوني يا شباب مشاكلنا كلها راح تنحل بإذن الله على يده. أصبح هلق، خلينا نختم الرسالة. اكتب يا محمود اكتب، الله يرضى عليك. تفضل. ويشكر المختار وأعضاء المخترة وأهل ضيعة عين المغارة أسرة البرنامج الحل عندنا سلفا على حل مشاكل القرية. والسلام. أفيش إشي ينضاف يعني؟ خلاص يعطيك العافية. هات لك حتى وقع أول واحد. تفضل. وين وقع؟ هون. وين؟ هون هون. ها؟ مطرح إيدي. تعالوا حبايب وقع على شاب. هون تحت توقيع مش جنبه. يعطيك العافية. تعالوا أنتوا الاثنين. تعالوا. يا الله. ها. يا مهون. وقعت أشوف. آسف يا آسف. ها. وانت كمان. انت. شرف. كبر خطك. هاو. هام هام. مش هام هام. يعطيك العافية. وانت بيطلع هذا البرنامج الحل عندنا؟ بيطلع كل يوم تنين الساعة 5. وهلق الله يرضى عليك. بتحط هالرسالة بظرف وبتحطها بالبريد المسوكة حتى تصل بسرعة وما تضيع الطريق يعني. فهمت شو ما قلت؟ خلاص يا مختار. السلام عليكم. وعليكم السلام.
يا مختار عم نستناك. شرف. شو يا محمود؟ لسه ما طلعش البرنامج. المفروض يطلع هلا، ما بعرف ليش تأخر يا مختار. اي صارت الساعة 6 الا تلت، وعلى اساس موعده الساعة 5. ولك ايه طول بالك يا ابو عيسى، لعمش وبصلتك محروقة. غصب عني يا ابو حبيب، غصب عني، مو بيدي. سيداتي سادتي، والان انتم على موعد مع البرنامج الشعبي الحل عندنا للزميل سعيد الشايطة. هيك ها، الله وحي اصلك. بتعرفوا يا شباب، لو كان البرنامج مش مهم ما كانتش المذيعة قدمته. ايه وما كانتش ذكرت اسم سعيد الشايطة اصلا يعني. أنا على هوا هلا؟ طيب طيب، يلا أوكي أوكي أوكي. سيداتي أنساتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم. برنامجنا لكم ومن أجلكم وفي سبيل خدمتكم. وها هي فقراتنا قد بدأت. الله يحيي أبو سعود. سكوت يا شباب، هاي سعيد بشحمه ولحمه عم يحكي على التلفزيون. سكوت بدنا نفهم. الله حيه المزيحة بنطيعتنا، الله حيه والله. ها؟ ايه والله صار وتصور. الله يرحمه لأبوه، ما كان ياكل إلا الخبز اليابس والشنجليش. لا خلاص هلأ أخبو حبايب، خلاص. ايه بيعونا سكوتكم شوي يا أخي، بدنا نسمع عما أمرك غريب أنتو. بعدين شو يعني؟ شو بدنا بأبوه هلأ؟ ها؟ عيب يعني إذا كان عم ياكل خبز وشنجليش؟ ليش؟ نحنا شو ما ناكل هلأ؟ أولاً لدينا استطلاع مصور عن حارة ظهر الأرنب. ثانياً لدينا أيضاً شكوى عن زحمة السير في ساحة دب الراس. ثالثاً هناك رسالة من قرية خربة الفحم حول انقطاعات التيار الكهربائي. رابعاً لدينا بعض الردود والحلول من الجهات المختصة حول بعض القضايا المطروحة. شو القصة يا محمود؟ كنك ما بعثت الرسالة انت بالبريد المضمون كنك. والله بعثتها يا مختار، صدقني بعثتها وبالبريد المسكر كمان. يا حيف على تعبنا، لأنه ما جاب سيرة شكاوينا بالبرة، معناها ضاعت. شو ضاعت انت الثاني؟ أنا حطيتها بإيدي وقالوا لي مركز بريد إنه بيومين بالكثير بتكون بالتلفزيون. إيه والله لو بعتين على ظهر مملي لكانت وصلت. سيداتي سادتي، نتابع معكم الآن فقرات البرنامج. رسالة من قرية الرفسي حول مشكلة الحمير الشاردة. نعيدكم بتحقيق مصور في أقرب فرصة. وإلى أهالي قرية عين المغارة، نعيدكم بأن بعثة تلفزيونية ستزور قريتكم يوم السبت القادم الواقع في 1/1/2000. طيب أبو سعود، أين كان يا شباب؟ هذا سعيد الشايطة من ضيعتنا مش مسخرة، وبكرة رح يبعث شيات التلفزيون كل اللي عندنا. يا عماي حلو الدعم، شو الحكاية؟ بس ويكن يا شباب، بدنا نحكي له كل مشاكلنا. ما بدها حي المسألة؟ مو معقول، شو عم تحكي لك؟ بدنا نحكي كل شيء. هاي الفرصة اجت على رجليها، مو معقول نفوتها. شو بختار؟ شايف لك هدول تبع التلفزيون ما راح يجوا. وك شو بيعرفناي؟ يعني معقولة ما يجوا، إلنا ساعتين عم نستنى. محمود؟ مور مختار. أيمتين قالوا لك بدهم يجاو؟ قال الساعة 10. إيه هاي صارت الساعة 12 وما بين حدا منهم، يعني على حساب متأخرين ساعتين. سيدي الغايب حجته معه، بعدين لا تنسوا إنه الطريق محفرة ومليان جوار. كثير حلو، يعني بهالصورة رح يشافها والطريق بعينهن على الطبيعة بدون ما حدا يقلن. أول شي يا مختار، رح ناخدهن على المقلع نسمعهن ضرب الديناميت بإذنهن، شو رأيك؟ وك شو على المقلع انت ثيناي؟ شو على المقلع؟ اول شيء لازم ناخذهم ونفرجيهم على المدرسه المهرهره ويلي سقفها عميد لوف وحيطانها مايله. لا يا مختار، انا رايي ناخذهم على النبع النشفان اللي ما عم نشرب منها نقطه مي. لا ما حزرت،
المقلع اخطر مشكلة بالضيعة. عليم الله يا رجال ما عم نقدر ننام، تقول زلازل مو هيك، والمرأة صارت مسقطة مرتين من صوت التفجيرات اللي بالمقلع. ها يمكن وصلوا، وصلت الباسة التلفزيونية يا شباب. الله حي الاستاذ سعيد الشايطه يلي بحب اهل ضيعته. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ سعيد. الله يعطيكم العافيه. واهلا وسهلا. اللي جاي يا مرحبا. اللي جاي واهلا وسهلا. اللي جاي يا مرحبا. اللي جاي واهلا وسهلا. اللي جاي اهلا وسهلا. اللي جاي ماني سامع. اللي جاي ماني سامع. اللي جاي يا مرحبا. اللي جاي تفضل استاذ سعيد. اللي جاي يعطيكم العافيه جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. كيفك يا مختار؟ والله الحمد لله نشكر الله. أهلا وسهلا. اليوم عنا أكبر عيد لما شرفنا سعيد. هاتوا الشاي بالصينية للبعثة التلفزيونية. أهلا وسهلا يا شباب. أهلا وسهلا ومرحبا بالسادة الكرام. أهلا وسهلا بالتلفزيون الملون. أهلا وسهلا يا حبايب قلبنا. أهلا وسهلا يا الله يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك. وميت مرحبا بالشباب. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بابن ضيعتنا البار. الله يخليك. اي مختار، بعرفك بالبعثة التلفزيونية، الاستاذ غازي ابو القسم مخرج برنامجنا الحل عندنا وسبعة عام، والاستاذ رمضان كابسلي مصورنا. أهلين. وانا اسمي سعيد الشايطة، واكيد بتعرفوني. اهلا وسهلا. وهل يخفى القمر. الله يخليك. الله يخليك يا غازي. استاذ غازي يا اخي، شو هالطريق هذا؟ حتى ماسورات السياره تكسرت وظهري انبرق من كثر الهزهزه والطجطجه والحفا. حتى تشوفوا بعينكم شو عم بصير فينا يا استاذ غازي. ايه بس النهفه انه نحن ما لنا متعودين. وين بتحبوا تروحوا بالاول استاذ سعيد؟ على النبع الناشف ولا على المدرسه الخربانه؟ سلامه عرفك يا مختار. اول شيء لازم يشوفوا المقلع. تسمح لي بكلمه يا مختار؟ بامر عيونك. انا مختار، الجماعه جايين تعبانين وهلكانين، يعني مو لازم بالاول ناخذهم لشي محل يتغدوا ويستريحوا. يعني مو حلوه من وصلتهم ناخذهم على الشقه والتعتير. تأمر امر من عيوني. المظافي جاهزه وعندي ديكين ظراف، كثير ظراف ولحم طري مثل الفستق. لك شو مظافي وشو ديوك انت الثاني؟ الجماعه بدهم يروحوا معي، يروحوا لمحل يشموا فيه الهواء، يشوفوا مناظر حلوه، ياخذوا له نفس معسل. شو مظافي ما مظافي هلا؟ طيب وين بدنا ناخذهم برايك يعني؟ يعني بناخذهم على مطعم وادي الشلالات مثلا، على حد علمي انه اكله طيب كثير. وادي الشلالات صحيح ما بقول لك لا، بس هذا يعني عفوا غالي كثير. ايه بس بيبيض وشك وش الضيعه ولا شلون؟ طيب يا استاذ، ما بدهم يشوفوا ويصوروا هيك مشاكل الضيعه يعني؟ لاحقين مختار، لاحقين يا مختار على الشيء. بس صدقني بعد الغداء راح يصوروا لك كل شيء بدك اياه. حاضر يا استاذ، اذا كان هيك انا بامرك. يا محمود يا محمود. نعم مختار. تعال محمود، بتفوت هلق على الدار اللي عنده وبتقول لمراتي ام فواز تفتح صندوق مالية المخطره وتعطيك منه واللازم منه. على عيني. بسرعه. يا سيدي، ما قلتوا لي ليش جبتونا لهون؟ ما بكفي اللي شفناه واللي صورناه؟ ما هذا هو مقلع الحجار يلي حكينا لك نعلاه، هذا هو بذاته. بدك الصراحة، عليم الله دخنا بعد الغداء وانتم عم تبرمونا من محل لمحل. لا ولسه ما حكينا لكم على مشكلة التلفون. نعرفها ما في داعي، يلا خلصوني، مين بده يحكي على مقلع الحجار؟ أنا يا أستاذ غازي، أنا. لا، أنا يا مختار، لأني أنا أكثر شيء متضرر، بيتي أقرب شيء على المقلع. طيب اتفضل احكي يا ابو عيسى، عم نسمعك. ما بدي ازعل يا مختار، انت حكيت على الطريق وعلى المي وعلى المدرسه، خلينا نفتح تمنا بشي شكوى بس. لك احكي يا عمي، حد قال لك شيء؟ اذا زعلان يا مختار ما بحكي. ولا شو حتى ازعلك وعلى هالحكي الفاضي؟ احكي يا عمي احكي. ما
هلا خلصوني رح اصير الدنيا المغرب، انت ولا هو بده يحكي؟ انا. اتفضل معي لكانتا. خليني المقلع وراء. طيب هون هون. وانت يا رمضان الله يرضى عليك باخذ لي لقطه من اليمين لليسار. ومن تحت لفوق وبتجي شو بتقول عندهم وبتوقف. ريان دقيقتين استاذ غازي. بسيطة مو مشكلة، حاجتهم دقيقتين. بتعرف شو بدك تحكي يا اخ؟ ولو انا اللي بعرف، لكان ما بعرف. يلا جاهزين؟ 5 4 3 2. سيداتي وسادتي، ما زال برنامج الحل عندنا يتابع مشواره في قرية عين المغارة. يستمع ويصور مشاكل وهموم الناس. وبما ان عماد ومحور برنامجنا هو الحقيقة، فقد التقنا بالسيد ابو عيسى احد اعضاء المخترة ليحدثنا بصراحة ومرارة عن مشكلة مقلع الحجارة. سيد ابو عيسى، ممكن تتفضل وتحكي لنا المشكلة؟ المشكلة يا سيدي، المشكلة يا سيدي انه المقلع بالاول كان بعيد عن الضيعة، بس الضيعة صارت تكبر والمقلع كمان عم بيكبر، هيك لحتى صار بلزق الضيعة، وطول النهار والليل على بمدج بمدج، الارض تحتنا صارت تهز، الكاسات بتوقع، الكراسي بتنقلب، الناس بتولول، والاولاد بيبعقوا. صدقني بالحارة الغربية انقطع نسل العالم يا شيخ، النسوان صارت تصعط من الرعبة. المشكلة كبيرة، كبيرة فعلا. مشكلة وبس، والمصيبة كارثة. احكي له، احكي له على الغبرة. هذا كله ولسه ما حكيت لك عن الغبرة والنشح. نشكر السيد أبو عيسى على هذه المعلومات، ونعدكم جميعا بحل هذه المشاكل في أقرب وقت. برنامج الحل عندنا في خدمة المواطن دائما. أستاذ غازي، انتهينا. يلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية. وعليكم. أستاذ، وأيمتى بده يطلع هذا البرنامج؟ مو هذا التنين ولا اللي بعده، يلي بعده. فهمتوا شيء؟ قصده يعني بعد 3 أسابيع، شرفونا نمشي بقى. ماشي الحال، تفضلوا يا شباب. يا الله يا الله يا الله يا رب. العب على هالفيلم المسخرة، البطل راح يصير برقبته جبانة. هلق انت متأكد من هالقناة؟ طبعا متأكد مختار، هاي القناة الثالثة. متأكد انه تحقيق اليوم راح يطلع عن ضيعتنا؟ طبعا متأكد مختار 100%. مو قال 3 أسابيع، هاي صار مالها 3 أسابيع. وليش بقى 3 أسابيع؟ والله كثير. لك اخي مو كثير، يعني ما بدي الوقت ليحلوا مشاكلنا، شو مفكر تنحل بيوم واحد؟ اعزائي المشاهدين، نعتذر عن قطع الفيلم ونتابع معا برنامج الحل عندنا، يقدمه لكم الزميل سعيد الشايطة. اوقات ممتعة نتمناها لكم. اهلين بربك ابو سعود. سيداتي سادتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحل عندنا. فقرتنا الأولى نبدأها من التحقيق الذي أجريناه في قرية نبع المغارة، فقد ذهبت بعثة البرنامج إلى القرية لاستطلاع المشاكل التي تعاني منها القرية، وكان لنا لقاء مثمر مع مختار القرية، كما أجرينا لقاءات متعددة مع الأهالي. وبعد أن استمعنا بعناية إلى مشاكلكم يا أهل القرية، أحال البرنامج هذه المشاكل إلى الجهات المختصة، ونبشر أهالي القرية قرية عين المغارة بأنه قد تمت معالجة مشاكلهم على النحو التالي. أولاً بشأن الطريق، فقد باشرت المداحل والزفاتات بتعبيد الطريق وسوف ينجز خلال 2 أسبوع على الأكثر. ثانياً بشأن المدرسة،
فقد أفاد المسؤولون بأن القرية لا تحتاج إلى إعدادية مطلقا، فعدد طلاب المرحلة الإعدادية في القرية لا يتجاوز 5 طلاب، وهم يعتبرون الذهاب والإياب إلى قرية تل البيدر القريبة نزهة جميلة. ثالثا، بشأن موضوع الماء، فقد حلت المشاكل عن طريق نقل الماء من العين بالصهاريج، وذلك ريثما تمدد الدولة قريبا جدا شبكة الأنابيب. وفي القرية الآن أكثر من 20 صهريج يقوم بنقل المياه الباردة الطازجة مجانا من النبع إلى القرية. أما بشأن موضوع المقلع فقد تم إغلاقه ومنع التفجير به منعا باتا. العم اللي ضربه ما في حي بنوب، ما في كلمة مضبوطة قالها. حدا شاف شي ورشة تزفيت على الطريق يا شباب؟ ليكون بعثوا الزفاتات وما شفناهاش. اسمعوا على هالحكي اللي ما بيدخل العقل. ما صار لنا ساعة جايين من البلد، ما شفنا على الطريق غير بارد ام نظير وجحش ابو اسماعيل. شو؟ صهريج مي رايحة جاية عم تزق مي للضيعة، ليكن هالحكي فاضي. لا وشو كمان؟ ما عنا غير 5 طلاب مبسوطين كتير بالراحة والجاية على تل البيدر. أخي كل الحق على سعيد ابن ضيعتنا. ايه والله يا شباب، سعيد ضحك علينا ونحن عم نضحك ونلعب. يخرب دياره وهالكذاب، ده صندوق الضيعة راح حق غدا. انا قل له خلينا بالاول نفرشيه على مشاكل الضيعة، وهو يقول لي بالاول لازم يتغذوا، غذاه ونسمي الهيري ان شاء الله. الحاصله ضحك علينا كلياتنا وبشي. اللي بده يضحك علينا لسه ما خلق، وانا بفرجي له الادمي. بس بدي همتكم شباب. لعيونك ابو شاهين. انت اموره بس. بدي فرجين شو من الظهر منين بتطلع لها الادمي. طول بالك، طول بالك يا ابو شاهين. لا تذوج لا تذوج، الله يرضى عليك. يعني انطيش وارعون. اخي لازم يربيه ويحرمه يكذب بالتلفزيون على العالم. ايه شو الدنيا فلتانه؟ وخ شو يربيه؟ شو يربيه؟ ابو شاهين ايده فرطيه، وبخاف يروح يبتلى بالزلمه. بعدين الاستاذ سعيد نعنع، يعني ابي القاش نعره. لا تخاف مختار، كلهم كم كف وكم بوكس وكم لبطة وكم نعرة وكم طيارة على رقبته وصلى الله وبارك. يمكن يبطل يكذب علينا ويجلس لسانه. تعرف وين مزرعته؟ ايه بعرف. بكرة بالدنيا عليها فماد. خلينا نعمل له أحلى استقبال ونورجيه انتو. وإن شاء الله يجي معه هذا المخرج كمان. إن شاء الله يجي مع المخرج لحتى أعمل له أحلى استقبال والتاني. قسما بالله بدني عم يرجف رجف، يعني ما بعرف كيف سمعت كلامك وطاوعتك. لانه بقلبك اهات مثل حكايتنا فرد شكل. معك حق، طارت نص ميزانيه المخترع على الغذا. بس بصراحه يعني خايف تروحوا الزلمه، الشغله ما بتستاهلش يا جماعه. مشان ربكن، مشان ربكن لا تخصوا عليه. محمود، هلا انت متاكد انه رح يمروا من طريق دعتنا؟ طبعا متاكد، كل يوم خميس بيجي بينام هون ويوم السبت بيروح. بس ديروا بالكن يا شباب، ما حدا يعرفنا. ها الشغلة فيها مسؤولية. لا تخاف يا مختار، نضرب ومنهرب. ايه واذا عرفنا يعني ليش خايفين؟ ما يشتكي علينا لشل عيونه من وشه شلع. الحقوني تشوف يا شباب. أهلين، كيف صحتك؟ الحمد لله. عمو المختار بيسلم عليك، قال بده اياك. ايه لحظة لصفو بس. تفضل هون هون بأرضك. خليها تفضل. مرحبا يا بضاي. اهلين ابو شاهين. لا اهلين ولا سهلين. خير خير، شو صاير؟ ما في شيء، حابين لحظه بشوفتك الحلوه سعيد افندي. تضرب انتو الشوفه مو بس هون وعلى الشاشه كمان. انت ما بتستحي على دمك ولا طائع شرش الحياه عندك؟ فعلا يا اللي استحوا ماتوا.
خير لك يا عمي، انا شو سويت؟ مسكين ما سويت شيء، بس كذبت على اهل ضيعتك بهذا البرنامج الحلو عندنا، شي يحلك حل من بين كتافك. ونبشر اهالي ضيعت عين المغاره بانه قد تمت معالجه جميع مشاكلهم، الطريق تزفت، المدرسه ما في حاجه الها، صهاريج المي فايته طالع على الضياع رح تغرقها، والمعلى تسكر بنوب. سامع؟ اسمع بإذنك، اسمع. وانا شو دخلني؟ لك شلون شو دخلك؟ شلون؟ ما انت فزلكت بعظمة لسانك على الشاشة الملونة وحكيت؟ مزبوط، بس انا الورقة اللي بقراها مو انا مكتبها. لك غير مين بيكتب لك يا ولا؟ عم بيقول لك مين بيكتبها رد عليه؟ لك جاوبه. لك قول. جاوبه. لك طيب شو بيعرف؟ قول. عم بيحكي. لك مو انا، مو انا، شو بيعرفني؟ لك انا ليش جبتن على الضيعة ما دام بتعرف الشغلة فاضية من الأول؟ مشان يضحك علينا هو وجماعته. واللي بده يضحك علينا لسه ما خلق. لا حدا يضربوا بالعصايه بايدكم يا شباب. لك انا محدولي. حبت لا انزع الشايب. خليني يضربك كف كف. والله ما في علاقه انا. اخ ايدي ايدي. يلا روح على بيتك هلا. روح. حتى انت يا مختار. ليش انا مانيش من الضيعه ولك؟ لك يخرب بيتك، نص مليت المخدره حطيتها على الغداء، روح انقرع من وجهي، روح. سامعين يا شباب؟ نص مليت المخدره حطيتها على الغداء والمعسل وضراب السخن، وهي اعترف بعظمة لسانه. استاذ سعيد جاهز، رح تكون على الهواء بعد 5 دقائق. ممكن تعفوني اليوم؟ مستحيل، برنامج الحلو عندنا لازم يطلع هلا على الهواء، تاخرنا كمان نص ساعه الجمهور. طيب مالك شايف حالتي؟ ولا يهمك، الجرح اللي بجبينك روح لك يا المكياج، وايدك المكسوره ما حنطالع باللقطات. بس ما قلت لي شو اللي سوى فيك هيك؟ حادث. يعني حادث سياره؟ يعني في شيء من هاد. وقعت مع الدرج. اصبح يلا رح نطالع لك شاره البرنامج، شد لي حالك شوي. كل شي جاهز، رح تقرا المشاكل والحلول من هون. افتح التلفزيون محمود لشوف. لك شو بدنا بالتلفزيون؟ خلينا قاعدين عم نتسلى بالحكي. بده يطلع برنامج الحلو عندنا، مو هيك محمود؟ اي نعم هذا وقته، يمكن طلع كمان. لأنه بدي اشوف سعيد إذا له عين يطلع على التلفزيون بعد هالكبسة اللي كبسناها، وبأنو عين بده يقابل الجمهور. سيداتي آنساتي سادتي، برنامج الحل عندنا لكم وفي سبيلكم وفي خدمتكم. فقراتنا قد بدأت. يا لطيف موقعه هالزلمه. لك فعلا موقع بيظهر ما تربى من هذيك القتلة. قلت لكم خلوني خلص عليه من هذيك المرة ما خليتوني. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، بجوز يعني الزلمه اخلو بيعنا بايدي مرة ثانية. طول بالك ابو شهان. لا خلصونا، خلينا نعرف شو بده يخرط علينا الزلمة، خلينا نسمع. والان اعزائي المشاهدين، اليكم هذه الردود والحلول التي جاءتنا ردا على الشكوى المقدمة من قرية ام التينات. اولا، بشأن مشكلة الخبز فقد عوقب الفران الغشاش وزيدت مخصصات الدقيق، واصبح الخبز في القرية يضاهي في نضجه البسكويت ومتوفرا لهم جميعا. بالنسبة لمشكلة جفاف الينابيع والآبار فقد تم إغلاق المسابح الخاصة تماما، وعادت المياه تسرح من الينابيع وتفيض من الآبار. محمود طفينا التلفزيون أحسن ما كسره. أنا ما عاد فيني أتحمل نوب. شو؟ شو تكسروا؟ هذا تلفزيوني الخاص من صندوقي مش من صندوق المخترة. أنا بفرجيك، أنا بفرجيك يا سعيد الشيطة. أخ ما بكسر راسك، ما بكون ابو شاهين. وبشرتنا مديرية البرق والرعد بان منخفضا جويا قادما الى المنطقة، وسوف تعم الامطار والثلوج وتمتلئ الابار. انا ما دخلني، الله وكيلكم ما دخلني، هيك كاتبين لي بالورقة، ما دخلني. الله لا يعطيك العافية، بهدلت البرنامج يا سعيد. شو يا استاذ؟ تطلع على الهواء وتقول ما دخلك؟
شو يعني اللي عم نحكي كله على الفاضي ما له طعمه؟ يا سيدي بالعكس، كل الكلام على رأسي وأنا أول واحد مسده. لكن شلون عم تقول ما دخلني؟ يا سيدي الله يلعن الشيطان، زلت لسان، هذا اللي صار. بس زلات اللسان يا أستاذ بتعبر عني بقلبك على المزبوط، شو بدك تضحك علي؟ أنا اللي بعرف. يا سيدي الله يخليك، أنا على كل حال رح أعطيك إجازة 5 سنين وبلا راتب لحتى تعرف إن الله حق. يا جماعة اسمعوني منيح، أنا بوش جوارب أخي سعيد وبعتذر منه قدامكم جميعا. لا يا رجل لا يا طيب، شو اللي صار بخيلك؟ يا سلام عليك يا أبو شهيد. ما تواخذني يا أخي سعيد، ما تواخذني على هالكام ضرب اللي بدروا مني تجاهك. في خيمه ومريت. بس كان بيستاهلوا لا. بدك تعملنا عزيمه بمناسبه الصلحه على حسابك يا مختارها. لا مش على حسابي، على حساب صندوق المخطره معلاي. يا جماعه اليوم الاثنين شو نسيتوا؟ وخمسه وثلث صارت. افتح التلفزيون يا محمود لنتفرج. سيداتي آنساتي سادتي، برنامج الحل عندنا منكم لكم إليكم ومن أجلكم، فابقوا معنا. بتعرف هؤلاء هالمذيع؟ لا والله ما بعرفه، أنا مثلكم هاي أول مرة بشوفه. نبدأ فقرتنا الأولى بالرد على مشاكل حارة باب البطيخ. أولا بشأن القوارض المنتشرة والكلاب الشاردة، فنبشركم بأن الجهات المسؤولة قد أطلقت في حارتكم 100 قط بالغ، قسم منها سيتعامل مع الكلاب الشاردة والقسم الآخر سيتعامل مع القوارض. أما بشأن مشكلة كشاشي الحمام فنبشركم بأنه تم استيراد صقرين وشاهينين لملاحقة كل كشة طائرة. لك أطفونا هالجهاز أطفوه، حاجة مسخرة ولد حياة. ليش مش مزبوط الحكي اللي عم يحكيه؟ ليش بس أنا اللي بكذب؟ الله يعينك على أهل ضيعتك يا معتر. سألوني لي أنا اللي بعرف.